السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: أنا بقالي أكتر من سنة بتعلم الرفت إنشائي، والحمد لله خدت كورس كويس جدا مع المهندس محمد المصري حبيبنا. كان متقسم 5 ليفلات: الموديلينج والسكادولينج والرينفورسمنت والفاميلي كرييشن والورك شيرنج أند كوردينيشن، وأتقن المواضيع دي كلها. ودلوقتي المفروض أمشي إزاي بعد كده؟ أعمل بورتفوليو ولا مشاريع أقلتها؟ المشاريع الأول وبعد كده البورتفوليو. البورتفوليو بيبقى عبارة عن صور للمشاريع اللي أنا بعملها. أعمل بورتفوليو بأي حاجة أنت عاملها دلوقتي، كل شوية بتعمله أبديتد. أهم حاجة بالنسبة لك المشاريع، أهم حاجة تمشي إيديك، أهم حاجة تشتغل عدد ساعات كتيرة. البروفيشنال بيبقى يعني عموما يعني في أي مجال بيعتبروا إن البروفيشنال ده اللي هو اشتغل 10 ساعات في الشغل وبيطور نفسه وحاجات زي كده. فممكن المشاريع اللي اتعملت في الكورس وطبقتها أخد منها صور وأحطها في البورتفوليو، وكل ما اعمل مشروع جديد ابدا اشيل القديم واحط الجديد وهكذا. كل ما الاقي في معلومه جديده في اقدر اضيفها للبورتفوليو. يعني في الاول كنت بعمل مشاريع وهميه، دلوقتي عملت مشروع حقيقي في شركه ابدا اشيل ده واحط دوت وهكذا. يعني في الاول لو انا ما عنديش خبره ببدا اكتر في موضوع ايه الكورسات اللي انا خدتها. خلاص انا بقيت ادي كورسات فبكتب انا معتمد من شركه كذا كذا كذا. نفس الفكره بالنسبه للمشاريع، اول المشاريع ولا البورتفوليو؟ لا، ابدا اعمل المشاريع الاول. وكل ما بتعمل مشاريع وبتقلد مشاريع ممكن يكون عندك حاجة كده تحولها ريفيت، ممكن مشروع مثلا لزوح حديد أو كذا تبدأ أنت تعمله وهكذا. في تدريب أو شغل أونلاين ممكن يساعد؟ أه، في ممكن تبدأ تشوف الشرح على النت في حاجات زي كده. لو أنت بتتكلم شغل أونلاين، في طبعا الموقع اللي هو الجروب بتاع الفريلانسر انجينير وأون انجينيرنج، تمام. ده من حاجة ممتازة جدا بتاع أستاذنا المهندس محمد عبد العزيز. ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تسجل فيها، بس خلي في بالك في نقطة تمام الناس تقع فيها، إن ما تبدأش تعمل شغل في الموقع ديت وأبورك وفريلانسر وكده غير لما يكون مستواك كويس. ليه؟ لأن كل واحد بيقيمك، فلما أنت تاخد تقييمات قليلة ده هيعمل لك مشكلة. لازم في الأول تشتغل مع فريق، الفريق ده هيحل لك مشاكل كتيرة. أنا بدأت مثلا في موضوع البيم من بدري شوية، فكان عندنا مشكلة إن يعني مفيش فريق عمل متكامل لسه، تمام. ممكن تقف قدامنا معلومة نقعد نلف على النت عليها منلاقيش لا شرح بالعربي ولا بالإنجليزي، الكلام ده في 2008 تقريبا، فكان الموضوع فيه صعوبة، تمام. لو احنا ما كناش شغالين مع فريق ما كناش تعودنا كل واحد يعرف معلومة يقولها للتاني وهكذا. ففكرة ان انت تبدأ تحط اسمك ان انت راجل بروفيشنال وان انت تاخد شغل، وفي الاخر مثلا تتعطل عشان معلومة انت مش عارفها او حاجة انت مجربتهاش قبل كده او مفيش حد، لا، انا افضل ان انت تنزل شركة. حتى لو انت ناوي ان انت بعد كده تشتغل شغل حر او تشتغل فريلانسر او تفتح شركة لحسابك، اشتغل في شركة بحيث لما تواجهك مشكلة تبدأ تحلها، تمام. تبدأ تشوف الناس بتفكر ازاي، تبدأ تاخد حلول من اكتر من شخص وتشوف ان الانسب ليك. الشغل في الشركات بيبقى ممتاز جدا، حتى لو انت عندك امكانية مالية ان انت تفتح شركة خاصة بيك ما تخاطرش، وابدأ اشتغل في شركة، خد الخبرة، شوف اسلوب التعامل ازاي. ممكن تكون تكنيك كويس بس مش قادر تتفق على الماديات، فانا افضل ان انت تبدأ في شركة وبعد كده تبدأ تشوف المواقع اللي هي بتاعت الشغل الفريلانسر دي تسجل نفسك فيها وتبدأ تاخد شغل وتبدأ تتعرف على الناس وتبدأ تتعرف على مجتمعات أخرى وهكذا.